في أيضا يعني منطقة زرتها سبحان الله، يعني هذا حقيقة يعني شيء مؤسف والله، والله شيء مؤسف حقيقة. يعني رحنا للقرية وكان فيها بعض المسلمين وناس ما أسلمت، فأخذنا نتكلم عن الإسلام. فقال لي واحد: لو سمحت يا شيخ تفضل. قال: شوف هذولي، هذولي أسلموا. لهم سنة ما أحد جاهم ولا علمهم أي شيء من تعليم الإسلام. قال لي أول ما بدأ، قال لي: يا شيخ أنت لو عندك مزرعة وما تسقيها إيش يصير فيها؟ تموت. تموت. أيوه. قلت: تموت. قال لي: شوف هذولي يعني أحمد الكم، يقول أحمد الله أنهم إلى الآن باقين على الإسلام. يقول: لهم سنة ما أحد جاهم ولا كلمهم بأي شيء، وإحنا نخاف أن نسلم الآن برضو ولا أحد يجينا ولا أحد يعلمنا. الله المستعان. إيه. فسبحان الله يعني، والمسألة سهلة يعني، ما يعني لو كل واحد راح يعني هذه القرى وبذل الشيء اليسير، الناس يعني بمجرد أنك سعودي، بمجرد أنك عربي ومن المدينة، هذا يعتبر دعوة بحد ذاته. والإخوان هناك يعني مؤونتهم قليلة، ما يستطيعون التجول في كل مكان وفي كل وقت يعني. الله المستعان. يعني الله المستعان. فهذا اللي رغبك حقيقة في أفريقيا، سهولة الدعوة في أفريقيا وقبول الناس لها. يعني